ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة المصرية العامة للكتاب هتنظم ندوة أصوات جديدة لإبداع مستمر لمناقشة إصدارات سلسلة إبداعات قصصية السرد الروائي على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب المنعقد بساحة دار الأوبرا المصرية. النهاردة هينطلق مؤتمر ساملس شمال إفريقيا 2023 تحت شعار بوابة التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط في القاهرة، وهيستمر لمدة يومين. المؤتمر هيشهد حضور عدد من رؤساء البنوك ومؤسسات التكنولوجيا المالية. النهاردة هيقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ليلة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، بمشاركة نخبة من المبتهلين والمداحين من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.